عليكم. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكيكه ديال التفاح، كتجي رائعه، كتجي معلكه وسهله في التحضير ومكونات بسيطه. كنحتاجو في هاد الكيكه الدقيق، الدقيق ديال الحلويات. انا كندير جوج كيسان ونص، وانتم على حساب الدقيق اللي عندكم. من الاحسن يكون خاص بالحلويات. كنديرو كاس من الزيت، انا كنعبر بالكاس ديال العنبه، كاس ديال سنيده ديال السكر، وكاس ديال الحليب. ما كانش متوفر الحليب كتقدروا ديروا كاس ديال الماء. انا كندير جوج ديال السكر بنكهة تاع الفاني باش ما كتجيش داك الريحه ديال البيض مجهده. انا كنستعمل هاد البيكين باودر او ما يسمى خميره الحلويات. الصراحه هذه احسن من الخميرات الاخرين، هذه كتعجبني. وكندير واحد فلون عادي، كندير هذا العادي ديال باش كيعطيني داك النكهه ديال الكراميل. كندير قطيره ديال لاروم ديال اللوز، كتعطيها واحد النكهه رائعه. جوج بيضات. وبالنسبه للتزيين كناخذوا تفاحين، يعني نتوما والمقدور ديالكم. انا كندير ثلاثه، تقدروا ديروا جوج كبار، تقدروا ديروا وحده، تقدروا ديروا حتى المكسرات. انا كندير حتى اللوز من الفوق. وكنحتاجوا مايزينا حتى هي في التالي كاع للتزيين، كنديروها مع التفاح. المهم دابا غادي ندوزوا للطريقه ديال التحضير. كما كتشوفوا من بعد ما درت جوج بيضات، انا كنستعمل العجانه، ولكن اللي عنده الطراب الكهربائي حتى هو راه كتصدق به. بعد ما درت جوج بيضات كنضيف لهم داك الكاس ديال سنيده، وكنخليهم كيطربوا حتى كيطلع البيض مزيان هو وسنيده. الوقت اللي كيكون البيض كيطرب كنضيفوا له السكر بنكهه الفانيلا حتى كنصفيوه بطبيعه الحال باش ما كيجيوناش داك الحبيبات في الكيكه ديالنا. وكنضيفوا حتى الفلو، وكنديروا السوائل. كنضيفوا البيض داك السكر سنيده، هو كيتقرب كنضيفوا له سكر سنيده. كما حكيت داك التفاح ديالي كيف ما كتشوفوا، كنضيف له القليل، كنضيف له شويه ديال مايزينا. ملي كنضيف له مايزينا كنحاول، كاين اللي كيدير له السكر، انا ما كنديرش السكر، كندير غير مايزينا فقط صافي، وكنخليه. من بعد كنقبط المول ديالي وكندهنوه بالزبده، وكنرش عليه الدقيق. انا كنستعمل يديا باش كنتحكم في الزبده باش كتوصل لي المول كامل وما كتلصقليش الكيكه. من بعد ما دهنت المول ديالي كنجيب الخليط ونديرو درت الخليط في المول ديالي. انا كندير هذا المدور، هذا كتعجبني الكيكه فيه. نتوما تقدروا تستعملوا اي مول متوفر عندكم. كنضرب بحال هكا المول، هانتوما كتشوفوا داك الفقاعات باش كيخرج داك الهواء اللي في الكيكه. نزول كنحس التفاح كما كنديرو فوق الكيكه بهذه الطريقه. من بعد ما ضفنا التفاح كيجي على هذا الشكل، هذا بحال هكا. كنسخنوا الفرن على درجه ديال 180 درجه. انا عندي فران ديال الضو، واللي عنده الفران العادي يحاول ما يسخنش الفران بزاف باش كطيب على خطره. انا كنشعلو غير من التحت حتى كنحس بها طلعت، حيت هي ما كطلعش بزاف، ما كطلعش بزاف باش كتجينا
كتجينا معلكه، وحتى الا بقات ما كتجيش ناشفه. عاد من بعد عاد كنشعل عليها من الفوق باش كتحمر. من بعد ما حشيت الكيكه ديالي في الفرن، حاولوا ديروها بعيده على العافيه باش كطيب في خاطرها. هذا هو الفرن اللي كنستعمل انا، بالنسبه اللي عندهم بحالو كنديرو غير لتحت 180 درجه، كنديرها في 45 دقيقه. عيني ميزاني. دهنت لها الوجه ديالها، كتولي بهذا الشكل، كتعطيها واحد اللمعان زوين. كنضيف انا المكسرات، حيت كما قلت لكم كنخلي الفراغات باش كندير فيهم المكسرات، وكيجي منظر زوين. هذا هو الشكل النهائي، صراحة كتجي رائعة جدا. إلى عجبكم الفيديو ديالي فعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وتابوناو على القناة ديالي.